السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض. فيديو النهارده لسيدات روسيه مميزه جدا، جايبه لكم النهارده كمان كده مجموعه من التفريزات اللي اول مره هتشوفوها معايا في الفيديو. زي يا ترى ايه؟ زي المشروم كده. تعالوا نشوف مع طريقه تنظيفه وكمان طريقه تفريزه، وهتعجبكم جدا. بس تعالوا طبعا قبل ما نكمل الفيديو مع بعض للاخر ونشوف النهارده مجموعه من السيدات الرائعه معانا، ما تنسوش طبعا اللايك. انا زعلانه منكم جدا، يعني الكام يوم اللي فاتوا حاسه كده ان الفيديوهات مش عاجباكم. لو الفيديوهات دي عاجباكم يا ريت تكتبوا تحت في الكومنتات ايه اللي انتوا عايزينه مني الفتره الجايه، وكمان شجعوني كده باللايك. ويلا بينا نكمل الفيديو بتاع النهارده ونشوف كده المشروم. شايفين طبعا المشروم الطازه جايبينه، اول حاجه طبعا غسلوه الاول على في المية كده زي ما احنا شايفين، على الرغم طبعا ناس كتير جدا بتقول ان المشروم ما ينفعش ان هو يتغسل والمفروض ان احنا نجففه بفوطة نظيفة او كده، بس على العموم هم غسلوه كمان كده، سلقته في مية بملح زي ما احنا شايفين، ورق لورا كمان برضو كان فص توم كده سليم، وبيسلقوه طبعا الاول على النار سلقه خفيفه كده. وطبعا مجرد ما بيبدا يعني يدخل في السوي شويه او سلقه بسيطه جدا بيشيلوه، بيحطوه كمان في البرطمانات محكمه الغلق بالميه كمان بتاعتها كده زي ما احنا شايفين، زي ما طبعا بنشوفه بيتباع في المحلات بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها دي. وطبعا هنا دي كانت من الخطوات الحلوه جدا اللي عجبتني، عشان كتير جدا مننا بيكون عايز يعرف ازاي يحفظ المشروم لفتره اطول. تعالوا نشوف هنا كمان برضو السيده دي هتعمل يا ترى ايه في الستيك بتاع اللحمه ده. حطت عليها طبعا الملح والفلفل، وجايبه هنا كمان برضو الروزماري. اول حاجه كده شوحت قطعه من الزبده على النار، كمان برضو فصين توم كده صحاح زي ما احنا شايفين، وطبعا هنا كمان برضو الروزماري، وبدات تجيب هنا كمان ورق الفويل بنفس التتبيله بتاعتها، يستحسن كمان تنزليها بالزبده بكل التوابل بتاعتها، وبتدخليها طبعا الفرن بتستوي اكتر زي ما احنا شايفين، وبتطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين طبعا شكلها فعلا مستويه وشكلها يفتح النفس. بتقول الريحه على الرغم ان المقادير بتاعتها بسيطه جدا بس بتطلع معاكي احلى مما تتوقعي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو المنافسه بينهم هما الاتنين، يا ترى هيعملوا معانا ايه. دول طبعا هناك كمان برضو سيدات مشهوره جدا في المطبخ الروسي، كل واحده فيهم هتبدع كده معانا عشان يطلعوا لنا صنف حلو جدا. هنا كمان اول واحده بتاعينا بتعمل طبعا العجين اللي احنا شايفينه ده مع بعض، الثانيه في نفس الوقت بتبشر هنا الطماطم، وهنا كمان برضو الهوت دوج. اول حاجه طبعا كده حطت الزيت على النار، وهتبدا كمان تنزل الصلصه معاها كمان الملح في نفس الوقت. طبعا كانت العجينه بتاعتنا اختمرت، هتعمل معانا زي بيتزا زي ما هنشوف كمان دلوقتي مع بعض. وبتقول كده مقادير بسيطه جدا وحاجه بسيطه كده هنقدمها احنا الاثنين وهنتعاون فيها مع بعض، يعني هما الاثنين كده بيعملوا زي دعم لبعض، زي ما كل برضو هنا كده القنوات المصريه عندنا بتعمل زي ما يكون دعم لبعض، بحيث هما الاثنين المتابعين هنا وهنا يدخلوا كده عند بعض. عامه يعني دي فكره حلوه، كمان احنا كمان بنتعلم منهم اكيد، ويمكن هما برضو كمان يكونوا بيتفرجوا علينا يعني حاجة زي كده الله أعلم بيها. بس عامة يعني إحنا كمان كمصريين مش قليلين أكيد برضو بيدخلوا يتفرجوا علينا زي ما إحنا كمان بنتفرج، وكلنا طبعا بنتفرج وبنتعلم من بعض. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده هتعمل معانا نوع من الحلويات حلوة جدا، حطت هنا كمان برضو السكر مع البيض وبتضربه كويس جدا طبعا عشان تعمل طبقة الكريمة اللي إحنا شايفينها، وحطت كمان برضو معاهم الفانيليا. جابت هنا كمان برضو كده مكعبات، او اللي هي عملت هنا برضو معانا اللي هي قطع من الطرط كده زي ما احنا شايفين عجينة الطرط، وهتبدأ كمان تحطها كده في القوالب الصغيرة دي ودخلتها معانا الفرن، طلعت بالشكل ده. هتبدأ كمان تحشيها من جوه كده بالكريمة، عندك كمان زي مسحوق اللي هو الجبنة، يعني طبعا مجموعة من خليط الأجبان فوق بعض، وبعد كده طبعا بتزينها من فوق بأي فواكه مجففة عندك. بتقول ده كده حلوة سريعة تقدري كمان تقدميها لأولادك. تعالوا نشوف هنا كمان بقى كده السيدة المشهورة جدا اللي كلنا بنحب فيديوهاتها وكمان الفطاير المميزة جدا ليها. تعالوا نشوف هنا كمان كده برضو وهي تقطع طبعا الفراخ بطريقة حلوة جدا، وكمان هنا كانت بتعمل كده الفطاير اللي مشهورة بيها. يمكن كمان معظم الفيديو النهاردة الفطاير اللي هي مشهورة جدا بيها، وكمان بتدخلها الفرن ازاي، وبنشوف هنا كمان برضو كده وهي بتراقب كمان كده وبتشرف على تجهيزات اي اكل او عزومة طبعا هي بتعمله بنفسها، بحكم طبعا ان ليها خبرة كبيرة جدا في شغل الفطاير والمخبوزات والمعجنات عامه. طبعا كل سيده كده بيكون ليها تكه معينه في الاكلات والوصفات، في طبعا ستات شاطره في كل انواع الاكلات والوصفات، بس عامه في ستات كده تلاقيها ليها نقطه مميزه فيها شويه، جنب مثلا تلاقي سيده مميزه في المخبوزات والمعجنات والفطاير.
وسيدة تانية تلاقوها طبعا مشهورة جدا في صنف اللحوم. آه كل واحدة طبعا حسب خبرتها بقى وممارستها للأكلات بطريقة مبتكرة شوية. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده السيدة دي وهي بتعمل معانا طبعا المربى المشهورة هناك جدا، سواء طبعا المربى بتاعت اللي هو اليقطين او قرع العسل، وكمان برضو طبعا حاطة هنا زي ما احنا شايفين كده معاها طبعا انواع من المكسرات عين الجمل، وطبعا الاكلات والوصفات والمربات دي يعني عالم كبير جدا لا ينتهي. بس عامة طبعا كل فترة كده نحب نتفرج على حاجات مختلفة مع بعض. وهنا كمان طبعا اللي هي المعجنات اللي بيعملوها مع اللحوم، هنشوف كمان برضو كده واحنا بنكمل ازاي بيعملوها طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، طبعا باشكال مختلفة. في اللي بيعملوها بالطريقة اللي هي السادة كده وبيحطوا معاها قطع اللحمة، وفي طبعا ناس كتير جدا بتحشيها من جوه باللحمة. تعالوا نشوف هنا كمان طبعا برضو كده شكل البيتزات اللي بالشكل اللي يفتح النفس ده، اشكال والوان مختلفة باحجام مختلفة بكمان طبعا حشوات مختلفة، بس عامة طبعا شكلها اكيد يفتح النفس جدا. انا عن نفسي وموقعي هنا كده بقول لكم ان فعلا شكلها يفتح النفس. طبعا كمان من الحاجات اللي هم مشهورين بيها جدا تفريز اللحوم، بس عامه بيحبوا يقسموها كتقسيمات مختلفه. اللحمه اللي بيعملوها طبعا بالشوربه تقسيماتها غير اللحمه المفرومه، غير كمان برضو طبعا اللحوم اللي بيضيفوها طبعا للمعجنات عامه، دي كلها طبعا بتبقى اشكال واحجام مختلفه حسب طبعا اللي هي التفريزات اللي هيقسموها بنفسهم. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده السيده دي وهي بتعمل الحشوات الحلوه اللي طبعا محشيه من جوه بالمكسرات والسكر البني والسكر كمان الحلو والعسل، فدي طبعا بتبقى كمان كده بالنسبه لهم من الحاجات الاساسيه جدا، يعني ده طبعا نوع من انواع الحلويات بالنسبه لهم، وكمان حلويات بسيطه ومش مكلفه ابدا. هنا كمان برضو كده نفس فكرة اللي هي الفطاير اللي محشية من جوه باللحمة المفرومة ومعاها البصل والخضرة، وكمان في ناس كده بيعملوا بشر بطاطس وبيحبوا يضيفوها كمان برضو لأنواع اللحوم المفرومة، سواء طبعا في الفطاير أو اللحوم كمان العادية. هنا كمان برضو كده رشة من الملح، وهنا كمان برضو كده بيضيفوا لها شوية من المية عشان يبدأوا كمان يعجنوها كويس، وكمان برضو البطاطس تستوي كويس معاهم. شايفين طبعا بدأوا كمان كده تحط التتبيلة بتاعت اللحمة المفرومة دي، ومن بره كده الفطيرة او المعجنات من بره ومن جوه، بحيث تبدأ كده تقفل على العجين بتاعها من جوه او اللحمة المفرومة كمان يعني متبلة دي من جوه، وبتبدأ كمان تعمل فتحة كده، وبتبدأ كمان في الصاجة بتاعت الفرن تدخلها، سواء طبعا في الفرن العادي او الفرن اللي هنشوفه كمان دلوقتي مع بعض من بره. وشايفين طبعا شكل الفطاير مميز جدا، يعني الصراحة دي من الفطاير اللي شكلها يفتح النفس جدا جدا جدا. هنا كمان برضو طبعا نفس السيدة وهي بتعمل بقى المعجنات الصغيرة، في طبعا من جوه بيحشوها باللحمة المفرومة زي ما قلت لكم، اللي كمان معاها البطاطس، وفي طبعا اللي ما بيحشوهاش ابدا، فطبعا دي بتبقى حسب الرغبة الشخصية وحسب كمان برضو الضيوف طبعا اللي انتي عازماهم وجايين لك يا ترى بيحبوا ايه او ما بيحبوش ايه عامة. هي طبعا نفس الفكره اللي شفناها كمان للفطاير اللي كانت موجوده في الاول، بس المره دي كمان بقى هيحطوها في فرن مختلف اللي هو الفرن العادي جدا الفرن البسيط جدا، وهنشوف كمان برضو شكلها في النهايه طبعا هيطلع حلو جدا، على الرغم ان هم بيقولوا الفرن ده بالنسبه لهم بيكون قوه استواء فيه بتكون احسن بكتير. وهنشوف كمان طبعا دلوقتي وهي قاعده كمان دلوقتي فيه، شايفين طبعا شكله عامل ازاي، وكمان بتقول طعم الفطير بيخرج فيه مميز جدا. طبعا مجرد ما بيخرج بيبداوا كمان يدهنوه كده من بره بالزبده، وبتقول طبعا بيبقى طري وطعمه حلو جدا، سواء طبعا انت تحشيه من جوه باللحمه المفرومه بالجبن زي ما انت عايزه بالظبط، كلها يعني الحشوات دي حاجه اختياريه بالنسبه لك. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده السيده التانيه دي معانا هتعمل معانا نوع من انواع التوست، وهنا كمان طبعا برضو محشي من جوه باللحوم البيف او اللانشون او كمان برضو الجبنه، هنشوف كمان دلوقتي برضو هتعمله ازاي معانا. جابت اول حاجه هنا كده بالطين وكسرتهم، وهتحط عليهم برضو كمان رشه ملح وشويه من اللبن، وهتبدا تعمله بالظبط كانه كده زيه زي البقسماط كده، عارفين بقى دلوقتي حطت الحشوات بتاعتها وقفلته، وهتحطه في البيض، وهتبدأ كمان تحطه في الزيت على النار. بتقول كده تكات وحاجات بسيطة جدا، بس عامة الواحد طبعا بيزهق دايما من الأكل التقليدي، فاللي بيعجبني فيهم فعلا الأكل المتطور بقى. شايفين طبعا شكله، بتقول بقى هتحسه كده بطعم مختلف يعني بعيد عن الأكل التقليدي، على الرغم طبعا إن الحشوة من جوه حشوة بسيطة جدا موجودة في معظم البيوت، بس عامة طبعا أنتي عملتي حاجة غريبة في الأكل، جديد فيه وطورت فيه، ودي طبعا من اهم الميزات اللي موجوده.
تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده السيدة التانية دي دلوقتي هتعمل معانا كمان نوع كمان من الفطاير المحشية من جوه. عملت هنا طبعا معانا العجينة التقليدية، الدقيق والملح ومحسن الخبز، وهنا كمان برضو كده رشة من الزيت زي ما شفنا، وهتبدأ كمان كده تفرد معانا العجينة كويس جدا، وهتبدأ تحط هنا كمان بتقول بقى بشر بطاطس، جبنة موجودة عندك، الجبنة الموتزاريلا زي ما انتي عايزة، هتحط كمان شوية من اللحوم دي، طبعا كمان حاجة بسيطة جدا وبيطلع الأكل مميز جدا. أتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش طبعا دعمكم للقناة باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي أنا بنزلها. أشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.